مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما أجواء متقلبة خلال يوم الغد مع عبور اضطراب جوي سيكون سريع الحركة، سيشمل كل المناطق الشمالية يخص المناطق الغربية بزخات من الأمطار الرعدية المحلية، تحسن تدريجي ابتداء من أواخر الظهيرة. المناطق الوسطى والشرقية ستبقى تشهد من حين لآخر تساقط زخات من الأمطار الرعدية مع هبوب رياح قوية نسبيا نحو السواحل. الأمطار ستكون أكثر غزارة نحو المناطق الشرقية وهذا محليا. بالنسبة للمناطق الجنوبية استقرار في حالة الطقس، عدا شمال الصحراء والواحات ستشهد سحب عابرة مرفوقة بأمطار محلية، وكذلك الخلايا الرعدية الموسمية التي ستبقى تشهدها أقصى الجنوب إلى غاية الهوغار والتاسيني. الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 6 إلى 9 درجات بالهضاب الغربية وكذلك الوسطى، 14 منتظرة بتيزي وزو، بوهران، بتلمسان، 16 بالعاصمة وباتنا، 18 بعنابة طارف وجيجل، أما جنوبا 13 فقط ببشار، 19 بتندوف وغردايا، 25 درجة بإليزي، 22 درجة بتمن راست، وما بين 25 إلى 27 درجة بين إنجزام، برج باجي مختار، أدرار وإن صلاح. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تعرف انخفاض نحو المناطق الداخلية الغربية، 15 درجة فقط منتظرة بالبيت، 23 درجة منتظرة بوهران وتلمسان، 18 بتيارت وسعيدة، 24 درجة بالعاصمة، 28 درجة بتيزي وزو، تنخفض أيضا بقسنطينة في حدود 19 درجة، 21 درجة منتظرة بعنابة وقلمة، أما جنوبا 27 درجة ببشار، 28 درجة بغردية، 32 درجة بمنطقة الواحات، نفس الشيء تقريبا بمنطقة تندوف، كذلك بالهوغار والتاسيلي، وتصل إلى 40 درجة بالنسبة لإن صالح وإنجزام، 41 درجة ببرج باجي مختار. الملاحة والصيد البحري يوم الغد، البحر سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب وهذا على كل السواحل، يكون مضطرب خاصة بسواحل الوسطى، هنا الرياح ستصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، تأتينا من غربية تماما إلى شمالية غربية. عن وقت غروب أو شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و 58 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و 7 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.